كان الحمل عليك تقيل وتايه لوحدك مش لاقي دليل، والهموم تخلي الليل طويل وترميك في غربة ومرارة وويل، مد ايديك تلقى دايما حواليك هو الله قبلك حاسس بيك. إن شاء الله إن شاء الله إن شاء الله حتلاقي الطريق. إن شاء الله إن شاء الله إن شاء الله حتلاقي الطريق. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي، سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. الحلقة الثانية على طريق الله. اللي اتفرج على الحلقة اللي فاتت، احنا حطينا أول رجل وعقدنا العزم إن احنا نسير خلف النبي عليه الصلاة والسلام على طريق الله، هذا الطريق اللي ربنا عز وجل وصانا إن احنا نسير عليه من أول آية في أول سورة في القرآن. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم. احنا نيتنا في البرنامج ده إن احنا نسير على الصراط المستقيم، على طريق الله عز وجل، واحنا بندعي بنقول يا الله اهدنا الصراط المستقيم، ساعدنا، بصرنا، علمنا، فهمنا، حببنا في بعض، وحطنا خلف النبي عليه الصلاة والسلام على خطى رسول الله عشان نوصل لرضاك والسكينة والحب في الدنيا معاك يا رب العالمين، والجنتك ورضاك في الآخرة سبحانه وتعالى. اللي ما شافش الحلقة اللي فاتت ياريت يتفرج عليها، اتكلمنا فيها عن الله غاية الطريق. صعب جدا تمشي في طريق وانت مش متعلق بالغاية اللي انت رايح لها. والنهاردة احنا هنتكلم عن موضوع تاني. أنا لما عرفت، هي معلومة عن ربنا، لما عرفتها عن ربنا سبحانه وتعالى حبيت طريق ربنا جدا، وحسيت أن على طريق الله أنا في حد جنبي مونسني. أي طريق في الدنيا يحتاج لصاحب يساعدك، يشجعك، يكون أمين على سرك، تطمن وتفضفض معاه. وأصعب حاجة في الدنيا أن يكون صاحبك وانت ماشي في طريق حياتك ورحلة حياتك يكون خاين، غدار، بيعيرك بعيوبك. لكن الشيء المذهل انك تعرف ان صاحبك هو ربنا. عمرك فكرت ان ربنا صاحبك؟ وانا عارف ان في ناس ممكن تستغرب او تستنكر كلمة ان ربنا يبقى صاحبي، وانا عمري ما كنت اتجرأ ابدا واقول ان ربنا صاحبنا الا لو كان العلماء وعلى رأسهم سيد العلماء صلى الله عليه وآله وسلم قال ان ربنا صاحبنا. مش بس النبي قال كده، ده ربنا هو اللي قال على نفسه ان هو صاحبنا. آية وحديثين بيتكلموا ان ربنا عز وجل صاحبنا في حياتنا. كان سيدنا محمد كما في صحيح مسلم من حديث ابن عمر، كان لما يسافر ويجي بالليل كده يستريح صلى الله عليه وسلم ويضربوا الخيام علشان يستريحوا، كان يصلي ويدعي يقول اللهم ربنا صاحبنا، يا رب واحنا ماشيين كده صاحبنا يا رب، خليك معانا تسيبناش أبدا يا رب العالمين، اللهم ربنا صاحبنا. فكان يدعي بصحبة ربنا سبحانه وتعالى. وكان كما في صحيح مسلم من حديث أبي هريرة برضو كان يقول اللهم أنت الصاحب في السفر. ربنا سبحانه وتعالى يصحبنا في هذه الرحلة، وإحنا في سفر من ساعة ما تولدنا لغاية ما نوصل لربنا في رحلة الحياة، مش بس في السفر اللي إحنا بنسافره من بلد لبلد. فاللهم أنت الصاحب في السفر. وربنا سبحانه وتعالى اتكلم إن هو صاحبنا، فقال على المشركين قال لا يستطيعون نصر أنفسهم ولا هم منا يصحبون. ما يقدروش ينصروا نفسهم في الدنيا لأن النصير هو الله، ولا هم منا يصحبون. ابن القيم الإمام الكبير في كتاب روضة المحبين ونزهة المشتاقين يقول فكما أن الله نفى الصحبة عن المشركين أثبتها لأحبابه وأوليائه. كل واحد يسمعني دلوقتي ربنا صاحبك، بس أنا عايز أقولك على حاجة، على طريق الله لو ربنا صاحبك، ربنا صاحب مش زي أي صاحب جماعة، ربنا متفرد. قل هو الله أحد. العلماء لما بيفسروا كلمة أحد، أحد مش يعني واحد، واحد معروفة سبحانه وتعالى وهو الواحد القهار، لكن أحد يعني متميز متفرد. لما يرحم محدش يرحم زي ربنا، أعظم رحمة. لما يكرم مفيش كرم زي كرم ربنا.
ولما يصاحبك لن تجد صاحب زي رب العالمين سبحانه وتعالى جل في علاه. وأنا النهاردة على طريق الله في الحلقة الثانية هكلمكم عن صحبة ربنا سبحانه وتعالى عشان تبدأ تستشعر وتبص لربنا بصة مختلفة، وتبدأ تستشعر لما أقول لك الله تعرف يعني إيه قرب. ولا لما أكلمك عن صفات الصاحب، أنت تخيل كده لو أنت عندك واحد صاحبك تتمنى يكون في إيه؟ بس مش هنتخيل على البشر بقى، هنتخيل عن رب العالمين، وربنا هيرد على تخيلنا ده ويثبت لنا أن كل حاجة حلوة ممكن تيجي في بالك تصور أنها هتكون ربنا بيعملها معاك كصاحب ليك. رقم واحد، ربنا صاحبك على طريق الله، صاحبك اللي دايما يحب يكون معاك وما يملش أبدا منك. على فكرة أصعب حاجة في الصاحب أنك تحس أنه زهقان شوية ومش دايما حابب أن يكون معاك وممكن ما يردش على تليفوناتك، لكن ربنا صاحب بيحب يكون معانا ولا يمل مننا أبدا. قال صلى الله عليه وآله وسلم، قال الله: أنا مع عبدي إذا ذكرني وتحركت بي شفتاه. بص الجمال، تأمل معايا في كل حديث هقوله لك النهاردة عشان تحس بالونس. تعرف الإنسان اسمه إنسان لأنه بيحب يتونس، وأعظم إنسان اللي ونسه بالله سبحانه وتعالى. بص شوف هقول لك على حاجة، شوف ربنا لما عز سبحانه وتعالى لما يقول أنا مع عبدي إذا ذكرني وتحركت بي شفتاه. أنت مش محتاج أنك أنت تموت نفسك في سبيل الله عشان ربنا يكون معاك، مش محتاج أنك تطلع كل فلوسك عشان ربنا يكون معاك، مش محتاج أن أنت تكون واحد من الأولياء أو الأنبياء عشان ربنا يكون معاك. أنت مجرد حاجة بسيطة تقول بس الله، تصلي على النبي، تقول سبحان الله، بس أنت يا عبدي حرك مش مثلا قلبك يستشعر، حرك شفايفك باسم الله، أنا مع عبدي إذا ذكرني وتحركت بي شفتاه. واحد يقول لي طب ما ربنا مع الناس كلها، أقول لك لا، المعية دي اسمها معية الخواص، معية ويحسسك أنه جنبك ويكشف الحجب الستاير. عارف الذنوب بتعمل كده، بتحسش أن ربنا قريب منك بسبب أن القلب قاسي كده، لكن لما تذكر ربنا وربنا يكون معاك لأنه صاحبك، لو حركت شفايفك باسم الله سبحانه وتعالى يكشف الحجب دي ويحسسك بقربه وجمال قربه ورحمة قربه ولطف قربه سبحانه وتعالى جل في علاه. حتى أن ربنا عز وجل كما في روضة المحبين لابن القيم، ابن آدم، اطلبني تجدني، فإن وجدتني وجدت كل شيء، وأنا خير لك من كل شيء. شوف الكلام عامل إزاي، مش اطلبني استنى شوية لما تبقى توب، اطلبني استنى شوية لما تبقى إنسان صالح ولا من الأولياء والناس اللي عملوا نصروا الإسلام ودعوا إلى الله. مجرد بتقول بس يا رب تجدني، أنا بحب أكون معاك، أنا صاحبك اللي بيحب يكون معاك، تجدني، فإن وجدتني وجدت كل شيء، وأنا خير لك من كل شيء، وإن فقدتني فقدت كل شيء. صح، وإن فقدت الله فقدت كل شيء سبحانه وتعالى. اللي يفقد صاحبه تبقى حاجة صعبة جدا، مش أي صاحب. الصاحب النهاردة هو رب العالمين سبحانه وتعالى. وعايز أقولك على حاجة، ربنا صاحبك بيحب يصحبك، يعني احنا دلوقتي في أول نقطة، صاحبك بيحب يكون معاك ولا يمل منك. مرة السيدة عائشة حكت للنبي عليه الصلاة والسلام عن واحدة من الصحابيات بتصلي ما بتنامش الليل، فغضب النبي صلى الله عليه وسلم. ما بتناميش الليل ليه؟ هو انت فاكره ان ربنا مش هيكون معاكي الا لما تفضلي صاحيه طول الليل؟ عينك ما تغفليش، انت انسان، نامي لو تعبتي، مش عشان تطلبي معيه الله صاحبنا تفضلي تصلي، لا، ما تعمليش كده، ربنا معاكي لو قلبك متعلق بيه. فقال صلى الله عليه وسلم لما غضب، لما عرف انها ما بتنامش بالليل من كتر الصلاه، قال: اكلفوا من العمل ما تطيقون. واحده واحده، اكلفوا من العمل ما تطيقون، فإن الله لا يمل حتى تملوا. وأحب الأعمال إلى الله عز وجل، شوف كلام النبي، وأحب الأعمال إلى الله ما داوم عليه صاحبه وإن قل. شوف النبي قد إيه بيصلح المفاهيم. نفسي ربنا يكون جنبي، هقوم أصلي، ربنا يتقبل يكون جنبك، أقرب ما يكون عبده من ربه وهو ساجد. بس مش بس كده، هو صاحبك، هو حب يكون صاحبك، هو صفة أنه هو الصاحب. حتى لو نايم، نايم على ذكر، نايم وانت بتفكر في ربنا، ربنا صاحبك، صاحبك اللي مش بيمل، لا، طول ما انت مش بتمل منه سبحانه وتعالى. وانا بكتب الكلام ده قمت كاتب كده جنبها كده، اصحابنا اللي بيقولوا مش كل حاجه دين، مش كل حاجه ربنا، ربنا ما بيقولش مش كل حاجه انت، لا، انت كل حاجه انت، انت الانسان، انت العبد اللي ربنا حب يصاحبك ويكون معاك باقل الاعمال.
بمجرد ما تقول بس يا رب شفايفك مش قلبك شفايفك اتحرك، انا مع عبدي اذا ذكرني وتحركت بي شفتاه. اوعى تملي من ربنا وتقول مش كل حاجه ربنا. انتوا بتدخلوا ربنا في كل حاجه ليه؟ لان كل حاجه ملك ربنا، وربنا حابب يصحبك في كل شيء. فان وجدتني وجدت كل شيء، وان فقدتني فقدت كل شيء، وانا خير لك من كل شيء. يبقى اول صفه من صفات الصاحب سبحانه وتعالى انه بيحب يكون معاك ولا يمل منك. هسيبكم تتاملوا وتتفكروا في فكره ان ربنا صاحبنا، وتصلوا على النبي. نشوفكم بعد الفصل ان شاء الله. الصاحب سبحانه وتعالى، ربنا سبحانه وتعالى بنعامله بالإجلال التعظيم والكمال والرهبة، لكن لازم ما ننساش إن في جمال وقرب ورحمة. هو حنان مجيب لطيف، وحابب إن أنت تعرف عنه كده وتطمن له، ولما تطمن تمشي على طريق الله بحب، ويكون الحب هو اللي بيسوقك إلى الله سبحانه وتعالى. علاقتنا بربنا يا جماعة مبنية على القرب والحب مش بس الخوف. عشان كده الصاحب جل في علاه، بعد ما قلت لحضراتكم إن ربنا صاحب يحب يكون معاك ولا يمل منك أبدا، رقم اتنين، الصفة التانية من صفات الصاحب، إن ربنا بيتودد ليك. ربنا بيتودد ليك، بيطلب حبك يعني عشان ترضى عنه. أنا عارف تاني إن في ناس مستغربة من الكلام ده. أنت بتتكلم عن واحد صاحبنا ولا عن ربنا؟ بتكلم عن ربنا بيتودد ليك عشان ترضى عنه. والعلماء اللي قالوا كده، وفي مقام عند العلماء مؤلفين فيه كتب اسمه مقام الرضا عن الله، والعلماء بيفسروا حديث النبي اللي ربنا عليه الصلاة والسلام صلى الله عليه وسلم إن ربنا سبحانه وتعالى قال تقول الصبح وبالليل رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا. رضيت بالله ربا يعني رضيت عن ربنا، عن كل أفعاله وكل شيء عمله معايا في أقداره الشريفة سبحانه وتعالى. طب عشان أرضى عن ربنا، ربنا بيعمل إيه؟ صاحبي، صاحبك الله يتودد إليك بالنعم. فاكرين الأثر الشهير قوي؟ الأثر ده العلماء بيضعفوه من جهة السند، يعني مش متأكدين إن النبي قال الكلام ده، لكن بيصححوه من جهة المعنى. يعني ممكن النبي ما يقول كنش قال الكلام ده، لكن الكلام ده صح في الشريعة عندنا. لما ربنا قال على علاقته بالعباد قال أتحبب إليهم بنعمتي وأنا الغني عنهم، وهم يبارزونني بالمعاصي وهم أفقر ما يكونون إلي. عارف يعني أتحبب؟ يعني أتودد، يعني بطلب ودك وحبك عشان ترضى عني وتحبني. أنت مدرك أنت فين من ربنا سبحانه وتعالى؟ مدرك الصاحب قد إيه قريب ومحب جل في علاه؟ عشان كده العلماء بيفسروا وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها. طبقا للحديث ده، نعم ربنا هي عبارة عن أشياء، هدايا ربنا بيطلب بيها حبك. فبيقول لك وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها، وإن تعدوا الهدايا اللي بعبر لكم بيها عن حبي، بطلب حبكم لا تحصوها. مش هتعرف تعد اللي حواليك من طرق حب ربنا ليك. نعمة يعني ربنا بيقول لك خد الهدية دي تهادوا تحابوا، وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها. غير بعد كده نظرتك لأي نعمة عندك، إنها مش مجرد شيء. طبعا نقول الحمد لله، بس مش مجرد الحمد لله فقط. دي الحاجات اللي حواليها دي ما هي إلا صور من صور تودد الله عز وجل سبحانه وتعالى بيطلب حبك. أسعد حاجة في الدنيا لما تحس إن صاحبك دايما بيطلب حبك سبحانه وتعالى، وإنت عارف هذا الود والحب بيستمر وطلب رضاك، أو إنه يعرض عليك أنت راضي ولا يستمر معاك لغاية الآخرة. قال صلى الله عليه وآله وسلم كما في صحيح البخاري من حديث أبي سعيد الخدري، وهو بيتكلم عن استمرار سؤال ربنا أنت راضين ولا لأ، قال في الجنة يقول رب العالمين بعد ما يطلع على أهل الجنة، احنا مبسوطين جدا وطايرين وسعداء، يا أهل الجنة، اللي بيتكلم ربنا صاحبنا سبحانه وتعالى، يا أهل الجنة هل رضيتم؟ فنقول وكيف لا نرضى وقد بيضت وجوهنا وأدخلتنا الجنة. قال بقي لكم عندي شيء أن أرضى عليكم أو أرضى عنكم فلا أسخط عليكم أبدا. توقف بس وتأمل معايا في الحديث، كلام النبي كل حرف فيه معنى. هو ربنا ما يعرفش إحنا راضين ولا مش راضين؟ يعني ربنا دي معلومة غايبة عنه؟ استغفر الله، بكل شيء عليم.
هل رضيتم؟ ده بيسمعك انه حابب يسالك انت راضي ولا لا. عارف ولله المثل الاعلى، لما اطمن عليك، لما انت تكون صاحبي وابقى بطمن عليك، ايه الاخبار؟ مبسوط؟ كويس؟ مفيش حاجه ناقصاك؟ كاني بتودد ليك. ربنا عز وجل بيقول لك انا بتودد ليك عشان ترضى عني. يا اهل الجنه هل رضيتم؟ فنقول يا نهار ابيض، ازاي ما نرضاش واحنا دلوقتي في الجنه؟ يقول لنا اطمنوا، انتوا مش طالعين تاني عشان انتوا مبسوطين اكتر وراضين عني اكتر. بقي عندي عندكم بقي عندي لكم شيء، ان ارضى عنكم فلا اسخط عليكم ابدا. ابشر ابشر، ربنا صاحبك بنص كلام النبي عليه الصلاه والسلام بيتودد اليك بالنعم في الدنيا وفي الاخره عشان ترضى عنه. وكما قال رب العالمين في الايه رقم 100 في سوره التوبه، والسابقون والأولون والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه. فأثنى عليهم كما يقول المفسرون، أثنى عليهم برضا عنهم وأثنى عليهم إن هم رضين عنه سبحانه وتعالى. يبقى صاحبك يحب يكون معاك لا يمل منك، رقم واحد. رقم اتنين، يتودد ليك بالنعم. عندك صاحب أحسن من ربنا؟ اوعى تسيب ربنا، اوعى تتخلى عن الصحبة دي، اوعى تبيع الصحبة دي عشان خروجة ولا عشان شخص ولا علشان شوية ملاليم في الدنيا. الله صاحبنا جل في علاه. الحاجة الثالثة، صاحبك جل في علاه ربنا يحبك زي ما انت. على فكرة أعز صاحب عندي اللي راضي بيا زي ما أنا كده على عيوبي. احنا كشباب مع بعض بنحاول ننصح بعض وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر، لان كلنا فينا اخطاء. واجمل حاجه في الاصدقاء حاجه اسمها التفهم، ان يكون متفهم عيوبي، متفهم عصبيتي، متفهم ان انا ضعيف في الحته دي او بخاف من الموضوع ده، متفهم ان انا عندي عيب معين انا بحاول اصلحه. لكن اجمل حاجه في الدنيا يكون ربك هو اللي راضي بيك على عيبك زي ما انت كده حلو في عينيه. وانا عندي يعني ايه ابث لكم كده حاجه احزان من جوايا. أصعب حاجة أنك تسمع نوعية معينة من الخطاب الديني اللي تحسك بالضيق في المعاملة مع ربنا، مش الواسع سبحانه وتعالى جل في علاه. إن في ضيق في التعامل، وإنك لو غلطت أكن في حد كده على الواحدة كده هي هياخدك أو ينتقم منك. وربنا مش كده. ربنا خلى النبي يقول لنا يا جماعة الحديث ده، أنا يعني نفسي إن شاء الله في الجنة كده يا رب يجعلنا من أهلها، أقعد تحت رجل الإمام البخاري ويشرحوا لي أكتر، أقعد تحت رجل النبي ويشرحوا لي أكتر. لكن أنا هقول اللي فهمته من كلام العلماء. قال صلى الله عليه وسلم كما في صحيح مسلم، لو لم تذنبوا لذهب الله بكم ولا أتى بقوم آخرين فيذنبوا. أنت متخيل النبي بيقول إيه؟ لو مش هتغلطوا هيمشيكوا مش عايزكوا. لو لم تذنبوا لذهب الله بكم ولا أتى بقوم آخرين فيذنبوا فيستغفروا فيغفر الله لهم. طب انت كده بتشجع الناس، انا بتكلم عن نفسي استغفر الله مش النبي، انت كده بتشجع الناس هم يغلطوا. لا، النبي قال الكلام ده عليه الصلاه والسلام عشان يقول لك لو غلط هو راضي بيك على عيبك، هو راضي. بس ارجع له لما تغلط قول له حقك عليا انا مش هعمل كده تاني، توب الى الله سبحانه وتعالى. صاحبك ربنا بيحبك زي ما انت، انت حلو، انت انسانه كبيره عند رب العالمين زي ما انت، بس خليك قريب وحاول دايما ترجع. تعرف واحد يبقى بيصلي وهو زهقان وربنا يوفقه للصلاة اللي بعدها، يبقى عمال يخطط لمعصية وربنا يستره وما يفضحوش هو بيعمل الذنب ده، يبقى بنظر للحرام ومستمتع بالحرام وبضحك على الحرام وربنا يبعت لي حد يكلمني عنه ويقربني منه ويسوق علي الناس بعد ما بعت لنا النبي عليه الصلاة والسلام. مش يقول لك سايق عليك النبي؟ هو من الذي أرسل النبي أصلا؟ ما هو رب العالمين سبحانه وتعالى. فنبقى بنغلط الغلطات دي كلها ولسه في كنفه ورعايته ورحمته وكرمه سبحانه وتعالى. مش بس كده، ده يخلي ناس تحبك ويشكروا فيك ويقول لك شكلك حلو النهارده ولبسك جميل النهارده وانا اكون اصلا انسان وحش، بس انت حلو عند ربنا. عشان كده ابن عطاء الله ليه حكمه لازم تحفظوها يا جماعه. الحكمه دي انا لما كل ما بقولها، انا قلتها اكتر من مره، كل ما بقولها احس جسمي بيقشعر. بيقول ما صاحبك الا من صاحبك وهو بعيبك عليم وليس ذلك إلا مولاك الكريم. مين أكتر حد بيصاحبك وهو عالم بعيوبك؟ أنا لما باجي أغتاب حد، إن شاء الله يا رب ما أكونش بعمل كده، لما باجي أغتاب حد ما بيبقاش اللي بغتابه سامعني. تصور لو أنا بغتاب حد وهو سامعني بقى إيه، وأنا مش واخد بالي وهو سامعني. أنا بعصي وببص بص حرام وبأخر صلاة وببقى مش كويس وكل ده ربنا شايفني وسامعني، بعيبك عليم. ما صاحبك إلا من صاحبك وهو بعيبك عليم
وليس ذلك إلا مولاك الكريم. صاحبك راضي بك على عيبك، صاحبك بيحبك زي ما أنت، صاحبك أنت كبير عنده ومكرم وأنت وحش وبتغلط. مفيش صاحب أغلى من كده، ولا أحب من كده، ولا أحن من كده. صاحبي يا صاحبي سبحانه وتعالى اللي بيحب يكون معايا رقم واحد وما يملش مني، صاحبي اللي بيتودد إلي بالهدايا عشان أرضى عنه، صاحبي اللي بيحبني زي ما أنا بعيوبي، ده ربك. اعرف المعلومات دي على طريق الله عشان يبقى أنسك أيها الإنسان بالملك العلي سبحانه وتعالى صاحبنا. صلوا على النبي، نشوفكم بعد الفاصل إن شاء الله. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وآله. كنت بفكر في الفاصل في التعبير اللي بنطلقه على بعض احنا كشباب، صاحب صاحبه، صاحب اللي ما بيسيبكش ابدا ابدا، ودايما لما يجي على بالك كده تبقى عارف الجدعنه والرجوله وفي ظهرك قعدت افكر كده، يعني ما يسواش مال الدنيا الصاحب ده، ولله المثل الاعلى. لما يكون صاحبك بقى ده ربنا، الصحبه دي ما تتباعش يا جماعه، محدش يبيع صحبة ربنا أبدا بأي شيء في الدنيا، ما تسوى الدنيا والآخرة إن الله يقول لك أنا صاحبك سبحانه وتعالى. وتاني عمال أفكر نفسي وأفكر حضراتكم، لولا إن النبي هو اللي قال كده وربنا اللي قال كده والعلماء علقوا وقالوا إن ربنا فعلا صاحبنا سبحانه وتعالى، ما كان حد يتجرأ. الإمام الغزالي في كتاب بداية الهداية، وده كتاب أنا بوصي نفسي ووصي حضراتكم لازم تقرأوه، كتاب جميل جدا، بداية الهداية، بيقول: واعلم أن صاحبك في يقظتك ومنامك وانت نايم وحياتك وموتك حتى بعد ما تموت، صاحبك سبحانه وتعالى في الآخرة هو خالقك ومولاك. حافظ على الصحبة دي، خليك قريب من صاحبك سبحانه وتعالى. رقم 4، الصفة الرابعة من صفات الصاحب سبحانه وتعالى، إن ربنا صاحبك بيدافع عنك. صاحبك بيدافع عنك. تعرف وانت بتخطط لمعصية الملائكة شايفاك، والملائكة بتحب ربنا سبحانه وتعالى، وهتبدأ تكتب وهتبدأ تزعل، تبدأ تغضب، لأن ربنا سبحانه وتعالى وسيدنا محمد كلمنا أن الملائكة بتغضب لغضب ربنا عز وجل، وبتزعل من الناس اللي ما عندهمش، اللي ما وقروش ربنا في لحظة فتجرأوا على الله سبحانه وتعالى. فلما تجرأوا على ربنا الملائكة، فاكر زمان لما الملائكة قالت: أتجعل فيها ما يفسد فيها ويسفك الدماء؟ فالملائكة هتكتب عليك دلوقتي سيئات وانت عمال تتكلم في التليفون وتظبط السهرة اللي فيها شرب وتظبط السفرية اللي ما فيهاش صلاة واللي فيها جرأة على ربنا سبحانه وتعالى، وانت بتلبسي لبس كده مش مظبوط ونازلة، الملائكة متضايقة دلوقتي، وربنا يقول استنوا، محدش يكتب. قال صلى الله عليه وآله وسلم كما في صحيح مسلم: قال الله للملائكة: إذا أراد عبدي أن يعمل سيئة فلا تكتبوها حتى يعملها. فإن هو عملها، بص ربنا بيوجه الملائكة توجيه أوامر عليا للملائكة، لو عبدي عايز يعمل ذنب مش مثلا خدوه اخسفه بيه الأرض، لا، ما حدش يكتب حاجة. إذا أراد عبدي أن يعمل سيئة فلا تكتبوها حتى يعملها، فإن هو عملها فاكتبوها عليه سيئة، فإن لم يعملها فاكتبوها له حسنة، إنه تركها من أجلي. بص الحوار الراقي والكلام اللي يخليك تقول: يا رب أنا دبت حب فيك يا صاحبي. فإن هو عملها فاكتبوها سيئة، وإن لم يعملها فاكتبوها له حسنة، إنه تركها من أجلي. وإن إذا أراد عبدي أن يعمل حسنة فاكتبوها له حسنة. طب اشمعنى يا رب؟ ما أنت لما أراد يعمل سيئة ما كتبناهاش، لما يريد يعمل حسنة ما نكتبهاش برضو. قال لك: لأ، لو فكر بس يعمل حسنة فاكتبوها له حسنة، فإن هو عملها اكتبوها له عشرا. بيدافع عنك، محدش يكتب حاجة لسه ما عملش سبحانه وتعالى جل في علاه. ده لو احنا وحشين وبنفكر في المعاصي كتير. طب الصالحين بقى اللي عايشين ليل نهار في مرضات ربنا فصاروا من أولياء الله، بينصروا ربنا وبيذكروا ربنا وبيحببوا الناس في ربنا، لو حد عايز يأذيك ولا يزعلك، مش بس هيدافع عنك صاحبك ربنا، ده هيحارب عشانك. قال صلى الله عليه وآله وسلم كما في صحيح البخاري: من عادى لي وليا، وفي رواية تانية: من أهان لي وليا
فقد بارزني بالمحاربة. وفي رواية البخاري من عاد لي وليا فقد آذنته بالحرب، يعني أعلنت عليه الحرب. أنت متصور يعني إيه الله بإمكانياته وقدراته؟ جيوش إيه بقى؟ مفيش جيوش، ده ربنا سبحانه وتعالى هيحارب إنسان علشان بيأذيك لو أنت إنسان صالح. قد إيه صاحبك بيدافع عنك؟ واحد يقول في باله كده، طب ما في ناس صالحين وبيتأذوا. أيوة ربنا بيعلمهم وبيرقيهم وبيفهمهم حاجات وبيقوي قلوبهم، ليه حكمة في البلاء. لكن الأصل لو حد ظلمك لو أنت إنسان صالح الله يعلن عليه الحرب، يبقى بيدافع عنك قدام الملائكة لو ما تيجي تعصي وتفكر وتدبر المعصية. ولو كنت إنسان صالح يحارب اللي بيفكر يزعلك أو يهينك، صاحبك بيدافع عنك. اللي بعدها، واسمع بقى بقلبك، اسمعي بقلبك، صاحبك ربنا بيقدرك قوي. وأظن دي بقى دي عالية قوي. تعرف أكتر لذة عند الإنسان لذة الشعور بالاهتمام. أنت تقدرني أديك عناية، فأنت لو صاحبي هحس معاك كده أن أنا حاجة كبيرة، أنا ما أقدرش أستغنى عنك. أهو ربنا بقى بيقول لك مش هتلاقي حد يقدرك زيي. طب التقدير ده ليه صور، ما أنت عشان أعرف أنت مقدرني إزاي وريني مقدرني إزاي. بص بقى ربنا بيوريك هو مقدرك إزاي. مبدئياً ربنا بيقدرك، يضحك لك. تعرف ولله المثل الأعلى، عارف عشان إنسان يضحك يبقى فرحان وهو معاك، وله المثل الأعلى. ربنا بيضحك يا جماعة، الله بيضحك، وبيضحك من أعمال هي بسيطة قوي. مش مثلا لازم يعني إيه دمك يسيل على الأرض عشان يضحك لك ويرضى عنك. قال صلى الله عليه وآله وسلم، وبيتكلم عن تقدير ربنا ليك وبيضحك لك، صورة من صور تقدير ربنا سبحانه وتعالى، كما في مصنف ابن أبي شيبة من حديث أبي سعيد الخدري قال ثلاثة يضحك الله لهم. على فكرة الثلاثة تعرف تجيب منهم اثنين أو ثلاثة. قال صلى الله عليه وآله وسلم، يضحك الله إلى ثلاثة، إلى القوم إذا صفوا في الصلاة. تعرف الفرد اللي جاي تقوم صلي جماعة، لو وقفت الصف صف الصلاة كده ربنا بيضحك للمصلين سبحانه وتعالى. يعني كلنا تقريبا ربنا ضحك لنا بيقدرك. والتاني، والرجل يقاتل في سبيل الله من وراء أصحابه. قد يكون بلاد كتير من بلاد المسلمين ما فيهاش قتال في سبيل الله، الله أعلم بكرة ربنا ينجينا ويحفظنا. لكن اللي قاتل في سبيل الله من أمة النبي صلى الله عليه وسلم ربنا ضحك له. طب والتالتة، والرجل، طبعا كلمة رجل يعني إنسان سواء رجل أو امرأة. والرجل يقوم في سواد الليل ليصلي. لو قمت بالليل والناس نايمة ربنا يضحك لك. بس بيقدرك ازاي؟ يضحك لك. لو وقفت تصلي القوم صفوا في الصلاة، لو قاتلت في سبيل الله، لو قمت والناس نايمة في سواد الليل تصلي ربنا يضحك لك سبحانه وتعالى. لدرجة ان احد الاعراب لما سمع ان ربنا بيضحك قال لا عدمنا الخير من رب يضحك. مش ممكن، اكيد في خير كتير جدا عند الرب اللي بيضحك سبحانه وتعالى جل في علاه. بيضحك بيضحك. ومن تقدير ربنا ليك سبحانه وتعالى ان يقبل عليك لو انت عايز تكلمه. ودي من علامات التقدير بين البشر، ان لما اكلمك لو سمحت ركز معايا. تعرف انا مركز معاك قوي ليه؟ لاني بحبك قوي. ومقبل عليك قوي ليه؟ لاني بحبك قوي. بيسموه الانصات التعاطفي عند علماء النفس، ان انا ابقى منصت قوي معاك ومتعاطف قوي. لو انت حزين ابقى انا حزين معاك، لو فرحان افرح معاك، مقبل بكلي، بسمع بمشاعري. ده بين البشر ولله المثل الأعلى. صاحبك يقبل معاك إقبال لو عايز تتكلم معاه. قال صلى الله عليه وآله وسلم كما في سنن الترمذي من حديث الحارث الأشعري قال وأمركم الله بالصلاة فإذا قمتم إلى الصلاة فلا تلتفتوا فإن الله ينصب وجهه في وجه العبد إذا قام إلى الصلاة. أنت تأمل معايا في الكلام ده. انت قمت تصلي، بص عشان تفكر في الصلاه مش انها تكليف شرعي واني لازم اقوم عشان ربنا ما يعذبنيش. صلي بحب على طريق الله، على طريق الله هتتعلم تحب ربنا وتعبده بحب، لان العباده يعني الطاعه بحب. انت لما بتسمع الاذان وتقوم تصلي الله بينصب وجهه في وجهك. انت مدرك يعني ايه ربنا وجهه في وجهك؟ فالنبي قال فلا تلتفت. وعيب، عيب يبقى ربنا بوجهه في وجهك وانا مبقاش باصص ومش فارقه معايا وبفكر في حاجات تانية. شوف الخشوع بيجي منين؟ بيجي من معرفه ربنا والاحساس بصحبه ربنا سبحانه وتعالى.
طب أقول لك على حاجة بقى، بيحبك بيقدرك فيبوح لك بحبه، واسمع دي بقلبك. على فكرة البشر مع بعض لما الحب يزيد قوي ما عرفش أمسك نفسي فأقول لك بحبك من كتر ما أنا بموت فيك. فربنا من تقديره ليك يبوح لك بالحب، إما يبوح لك بينك وبينه فتحس كده بينك وبينه كده إيه بيسموه الوارد الرحماني، تحس كده إن ربنا بيحبك، تحس إن كده قلبك كده إيه مشتاق لربنا في لحظة كده، أنا حاسس إن ربنا بيحبني دلوقتي. كما في روضة المحبين أورد الإمام ابن القيم هذا الأثر الإلهي، قال الله عبدي وحقك علي إني أحبك، فبحقك علي فبحقي عليك أحبني. عبدي وحقك علي وحقك علي أنا بحبك فبحقي عليك أحبني. يا نهار أبيض، طب أحس بيها إمتى؟ أحس بيها وأنا بعمل أعمال صالحة، بعد ما أتوب من ذنب أحس كأن ربنا بيقول لي أنا بحبك عشان رجعت لي. طب والأكتر إنه يبوح لك، مش أنت، يبوح للعالم إنه بيحبك. بص التقدير، أنا لسه في النقطة بتاعت صاحبك بيقدرك، ومن التقدير إنه يبوح لك بالحب. دلوقتي ربنا مش هيبوح لك أنت، هيبوح للعالم. قال صلى الله عليه وسلم كما في صحيح مسلم، ينادي الله يا جبريل، نعم يا رب. جبريل بيقول نعم يا رب. هأهلك قرية، أنت يا رب بتنده علي لما تحب تهلك قرية، ولا هنزل بوحي على نبي من الأنبياء أؤمر يا رب يا جبريل؟ أيوة يا رب، إني أحب فلان، أنا بحبه يا جبريل. فلان يعني اسمك أو اسمك، بحبه فأحبه يا جبريل. قال له حاضر يا رب. فينطلق جبريل يا أهل السماء، إن الله يحب فلان فأحبوه. فأهل السماء، إذا ربنا بيحب حد وقال لك؟ أيوة قال لي. فأهل السماء يحبوه، ثم يوضع له القبول في الأرض. لو الناس بتحبك يبقى ربنا بيحبك. عشان كده أهالينا ألفوا المثل ده، يقول لك حب الناس من حب ربنا، بيبوح للعالم إنه بيحبك، بيعرفهم أنت مين عنده سبحانه وتعالى. بحبك يا ربي يا صاحبي يا قريب مني يا حنين علينا ربنا. تعالوا نروح مع بعض لحد حس بصحبة ربنا قوي، وصحبة ربنا دي نقلته من البعد عن ربنا خالص وعدم الإيمان بيه للإيمان، فنقله من، يعني مش هقول لك من المعصية، من واحد أبعد ما يكون عن تصديق بوجود ربنا أو بالدين الحقيقي، لواحد بيقول لا إله إلا الله محمد رسول الله. كل ده بسبب إحساسه بصحبة ربنا. تعالوا نسمع الكلام الجميل ونرجع تاني وانتوا بتصلوا على النبي. اتفضل. Assalamu alaikum, my name is Yosra and I'm living here in Egypt. I've been here for the last 3 years. I came here in 2009. Before that I was living in America, but I came to Islam in 2002. I took Shahada a year after 9/11, which wasn't a really good time to become a Muslim, but alhamdulillah, that's when it happened. What I'll say about taking Shahada is this: even though I came to Islam, I feel like Allah was always with me. Allah was always accompanying me throughout my life. I knew that I was different, and I knew that I wasn't finding enough peace and joy in my life, and I kept searching. And in this search, I never felt like Allah was away from me. I only felt that I was away from Allah. Subhanallah, every time when I would feel like I had no one and nothing, I would remember that as long as I had my faith, I didn't need to fear and I didn't need to feel alone. So alhamdulillah, with Islam and with keeping remembrance of Allah throughout my day, the way I always kind of knew I should, these feelings of sadness or these feelings of despair, maybe I'll still have them, but they're for very short periods of time. And I don't need to try to make myself happy like I always thought I had to be
happy in America. And actually, life really isn't about finding your happiness. Life really is about finding peace, and that has been with Islam. Alhamdulillah. SubhanAllah, when I read Quran, I really did feel how alive it was. It was not a piece of static information that I really did believe in that every time I read it, it was a little bit changed for me. It was deeper. It gave me layers upon layers of meaning. Yeah, even my name, Yosra, I swear to God, SubhanAllah, when I took the name Yosra, when I decided that I would change my name from Catherine to Yosra, I really only thought that it was pretty. And I had no idea that it had a very special meaning in Quran. Inna mal usri yusra, after a hardship, there is ease. And every time I go to Quran and I look for help, I find it. Allah is there. Allah is in the Quran. Allah is for all times, all people, in all places. SubhanAllah. Life really is a journey, and all of us are on a journey. And no matter where our journey takes us, no matter who the people we're with or what the outcome is, Allah is always with us. Halik Allah, Tariq Allah. شيء جميل جدا لما تسمع حد بيتكلم من قلبه عن حب ربنا ليه، مش بس حبه لربنا سبحانه وتعالى. قد ايه شيء جميل ان يتغير الترميز، ان احنا عبيد اذلاء بس يعني بنعبد واحنا خايفين كده لحسن ربنا ينتقم مننا لو غلطنا. العلاقه مبنيه على الحب، الصحبه والقرب. ايوه بنخاف منه، لأن ربنا قال لنا خافوا، ذلك يخوف الله به عباده، يا عبادي فاتقون. بس احنا مش بس بنخاف من عذابك، احنا بنخاف على حبك، بنخاف لنفقد صحبتنا ليك، بنخاف يا رب لحسن نحس بالحجب، ان انا مش قادر احس بقربك مني مع انك قريب، بس انا اللي محجوب عنك. شيء جميل جدا ان حد ينقل لك مشاعر المحبه وحب الصحبه لربنا سبحانه وتعالى. ما تضحيش، ما تبيعش، مهما كان حد قدامك اوعى تبيع هذه الصحبة الراقية من رب كريم عظيم قريب مستغني عن العباد لكن بيحبهم. لما أحبك أوجدك علشان يكون صاحبك سبحانه وتعالى. هسيبكم تفكروا تاني وانتوا بتصلوا على النبي على طريق الله، تفكروا في فكرة ان الله هو صاحبك. صلوا على النبي، شوفكم بعد الفاصل بإذن الله. تفضلوا يا جماعة. الله سبحانه وتعالى صاحبي في رحلتي، صاحبي حتى وأنا بعصي هو بيرعاني ويحفظني جل في علاه، صاحبي اللي بيبوح بحبه، صاحبي اللي راضي بي على عيبي. صاحبي لازم نغير، أول ما تيجي اسم الله كده تفتكر القرب والحب. هو اللي قالك أنا صاحبك عشان يقول لك خليك جنبي. تعالوا نكمل مع بعض صفات الصاحب. الصاحب جل في علاه، ما تتخضش، اللي بيغير عليك. وهفضل كل شوية أفكر نفسي لأن ممكن الكلام ده يخض بعض الناس، بقى ربنا بيغير؟ هو النبي اللي قال كده عليه الصلاة والسلام. وأنا بقى واقف، أنا هسأل ربنا يوم القيامة، يا رب يعني يكون الواحد مبسوط يوم القيامة، يا رب أنت إزاي قد كده جميل، إزاي قد كده أنت طيب معانا. إن الله طيب سبحانه وتعالى كما في الحديث بيغير. قال صلى الله عليه وآله وسلم: إن الله يغار، وغيرة الله أن يأتي العبد
ما حرمه الله عليه. تعرف لما تعمل حاجة حرام بتعملها عشان بتحبها، مشتاق إليها، متعلق بيها، فربنا بيغير. إن في حاجة أنت متعلق بيها لدرجة أنت مش قادر تمسك نفسك ونسيت ربنا وعملت الذنب ده، فربنا يغير على قلبك المتعلق بالمعصية واللي نسي قرب ربنا ورحمته وكرمه ونعيمه اللي هو حابب ينعمك فيه، ينعمك فيه. فبيقول لك إن الله تعالى يغار. عشان كده العلماء يقولوا لما الإنسان بيتعلق بالدنيا بزيادة، مش الدنيا، يتعلق بمعاصي الدنيا زيادة، أو يتعلق بمباحات الدنيا فتصرفه عن الطاعات، يحب النوم قوي، يحب الشغل قوي، وطاع الشغل أصلا طاعة، بس لما يصرفك عن الصلاة، يصرفك عن بر أهلك، يصرفك عن واجباتك تجاه أسرتك، لما الإنسان يتعلق قوي سواء بالدنيا أو بالمعاصي اللي فيها، قد ربنا سبحانه وتعالى ينغصها عليه علشان لا يصير أنسه إلا بالله في الدنيا، فيأنس بالله في الشغل فيجتهد لكن ما ضيعش صلواته، فتلاقيه متقن لكن بيصلي في الشغل. تلاقيه لما يجي يعمل معصية ربنا ينغص عليه المعصية. ليه؟ ما أنا عايز أستمتع بالمعصية، ما دام بعصي وباخد سيئات أستمتع. قال لك من غيرته عليك ينغص عليك المعصية، فتعصي وبعد المعصية تعيط. وأنا أعرف ناس، بعض أصحابنا كان يشرب مخدرات وبعدها يبكي. عارف ده من غيرة ربنا عليك، يخلي قلبك مقبوض لما تعصي عشان ما تتونسش بالمعصية فتبيع صحبة ربنا. عشان كده ابن الجوزي في صيد الخاطر يقول: وقد يكدر عليك الدنيا وأهلها حتى لا يكون أنسك إلا به سبحانه وتعالى. لكن في وحشة بينك وبين الخلق، في مشاكل كتير بينك وبين المقربين، عشان يخلي أنسك معاه سبحانه وتعالى لو تعلقت تعلق زائد بهذه الدنيا، فبيغير عليك سبحانه وتعالى جل في علاه. بص اللي جاي دي، ربك صاحبك بيستحي منك. وانا مكمل معاكم في الاستغراب، إله جبار قهار قوي بيستحي، بيستحي منك انت. وانت قاعد دلوقتي وحضرتك قاعدة قدام البرنامج دلوقتي، قدام المجلس ده، ده مجلس علم، بعضكم ممكن يكون حاسس انه مقصر في حق ربنا ونفسه يرجع ويبدأ يسير على طريق الله مع الناس الصالحين ورا النبي. شعور الحياء اللي جواك ده دليل ان الله مستحي منك. قال صلى الله عليه وسلم كما في صحيح البخاري: لما ثلاثة دخلوا على النبي في مجلسه، فواحد لقى في الصف الاول حتة فاضية فقام قاعد قريب من النبي، واحد لقى الدنيا زحمة شوية كده فقام قاعد ورا وهو بيقول يا رب اقبلني مع الناس الحلوة الصالحين دول، واحد تاني بص كده لقى الدنيا زحمة قام ماشي. قال صلى الله عليه وسلم: ألا أخبركم بخبر الثلاثة نفر، الثلاثة دول؟ قلنا بلى يا رسول الله. قال: أما الأول فأوى إلى الله، اترمى قدام ربنا كده: رب اقبلني يا رب، فأوى إلى الله، فآواه الله ربنا قبله. وأما الثاني فاستحيا، الدنيا زحمة بس مش همشي، عايز أقعد أسمع النبي هو بيتكلم عنك يا رب. وأما الثاني فاستحيا، زي ما أنت قاعد مستحي من ربنا دلوقتي فاستحيا الله منه. وأما الثالث فأعرض، فأعرض الله عنه. ربنا بيستحي، بيستحي منك أنت، بيستحي تقول له يا رب أنا عايز، يستحي الإيد دي تترفع ويقول لك ما عنديش. ربنا ما فيش حاجة اسمها عنده ما عنديش، ربنا بيستحي يقول لك ما عنديش، لأن هو أصلا خزينه مليانة أولا، ثانيا أنت إيدك غالية. لما تقول له يا رب إيدك دي ذلك في الدعوة يستحي منك. قال سلمان: إن الله حيي هو، وكمان الحديث ده مرفوع ينسب للنبي عليه الصلاة والسلام: إن الله حيي كريم يستحي أن يرفع العبد يديه، الإيد دي غالية، فيردهما صفرا خائبتين. أنا عايز أقول لك على حاجة، كتير من الأوقات لما تطلب من حد حاجة وتلح عليه يمل، وربنا لما تلح عليه يستحي. صاحبك بيستحي منك. أنا لما تقعد تطلب مني كذا حاجة كذا مرة ورا بعض خلاص أنا عرفت سمعت شوية، ربنا لا يمل، ربنا بيستحي لما تلح عليه. صاحبك يحب يكون معاك ولا يمل منك، صاحبك يتودد إليك بالنعم، صاحبك يحبك زي ما أنت ويرضى بيك على عيوبك، صاحبك يدافع عنك لو عاصي ويحارب عشانك لو أنت كنت طائع من أوليائه، صاحبك يقدرك يضحك لك يقبل عليك لو أنت مقبل على ربنا سبحانه وتعالى وعايز تكلمه في الصلاة. صاحبك بيستحي منك ويغير عليك. ده ربنا، ده ربنا اللي أنا جاي النهاردة على طريق الله أحكي لكم عنه.
وأقول لك من النهاردة ربنا صاحبك بصحيح كلام النبي اللهم أنت الصاحب في السفر، ودعوة النبي ربنا صاحبنا كما في صحيح مسلم يا رب خليك معنا وصاحبنا يا رب، والآية اللي في القرآن لا يستطيعون نصر أنفسهم ولا هم منا يصحبون، ربنا بيتكلم على المشركين، وابن القيم يقول نفى الصحبة عن المشركين وأثبتها لأوليائه وأحبابه، والغزالي يقول واعلم أن صاحبك في يقظتك ومنامك وحياتك وموتك هو خالقك ومولاك. صاحبك جل في علاه بيقول لك خليك دايما قريب على طريق الله خلف النبي، ما تملش مني، ما تملش من عبادتي. كان الصالحين لهم دعوة اللهم إنا نعوذ بك من بدن يمل من الوقفة بين يديك، ونعوذ بك من قلب لا يشتاق إليك. يا رب نبقى احنا كمان فرحانين بالصحبة دي وراضيين بالصحبة دي. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. يا الله يا صاحبي في رحلتي، يا حافظي في غربتي، يا سندي في شدتي، يا ذاكري في غفلتي، يا مؤنسي في وحدتي، يا ناصري إذا انقطعت حجتي، يا نوري في ظلمتي، يا أملي في كربتي، يا أملي في كربتي، يا أملي في كربتي، لا تتركني وحدي فأضيع، ولا تصرفني عن بابك، وكن لي ولا تكن علي، ولا تكلني طرفة إلي. اللهم حببني فيك، واجعل أنسي بك، واجعل توكلي عليك، واجعل حبي لك ولأحبابك ولكل ما تحب. يا الله يا أرحم الراحمين، يا الله يا الله يا صاحبي يا صاحبي على طريق الله. ربنا صاحبنا سبحانه وتعالى، يا رب تكون خدت القرار تمشي وتحط إيدك في إيدينا على طريق الله، يا رب تكوني خدت القرار تقولي وراك يا سيدنا محمد، كلنا وراك يا سيدنا محمد، وأنت ذاهب إلى الله، إني ذاهب إلى ربي سيهدين. ربنا بس يقبلنا في صحبته سبحانه وتعالى. بعد ما الحلقة تخلص خشوا على mustafahosni.com هتلاقوا الواجب العملي اسمه هو صاحبي، الواجب اسمه كده، خشوا كده هتلاقوا انتوا عارف ان انا اتكلمت معاكم عن صفات صحبة ربنا سبحانه وتعالى، هتلاقينا كاتبينها لكم، بس اختار منها واحدة واحكي لنا عليها قصة، قول انا حسيت انه بيتقرب الي بالنعم، صبور عليا وراضي بي على عيبي، ايوه بيغير عليا، هتلاقي الصفات دي مكتوبة، اختار منها واحدة واكتب لنا قصة، شاركنا حسيت بربنا ازاي صاحبك، ولما تشاركنا نحكي القصص دي في الحلقات بعد كده، وكمان تشارك الناس فيها ويحسوا اكتر بصحبة ربنا سبحانه وتعالى، وانت تعبر لربنا وانت بتكتب هو صاحبي سبحانه وتعالى. ربنا يتقبل منا ويقبلنا في صحبته على طريق الله، واشوفكم المرة الجاية، وصلي اللهم وسلم وبارك على حبيب المسلمين، الحمد لله رب العالمين. الله ده عنك مش بعيد، ما تشيلش هم ولا تشعر بضيق.